الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه، سند صحيح، كلها أسناد صحيحة معظمها، برقم 4439، وهذا عن حفيد عثمان بن عفان، عمرو بن أبان بن عثمان بن عفان، يروي عن من؟ عن جابر بن عبد الله، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أري الليلة رجل صالح. من هو هذا الرجل الصالح؟ لا ندري، مجهول. أري يعني رأى في المنام. هذا الرجل الصالح ماذا رأى؟ أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وآله، ونيط عمر لزق، نيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند النبي قلنا: الرجل الصالح النبي. زين، ليش النبي ما قال أنا رأيت في المنام؟ ليش قال أري الليلة رجل صالح؟ كان يقول أنا، هذا اللغز وهاي الطلاسم والألغاز ليش يعني؟ شنو فائدتها مثلا في مثل هذا الموقف؟ والأمر جلل، الأمر أمر الخلافة، اللي النبي لطالما حذر من أنه هذا سيكون بلاء هذه الأمة، وأنه لا ألفينكم ترجعون من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني معقول النبي يستخدم ألغاز؟ خو يقولها صراحة حتى يحسم الموقف من البداية. إذا كان للأمر واقع وحقيقة، ليش هذه الألغاز؟ خو يقول من البداية، يقول أنا رأيت في المنام ورؤيا الأنبياء حق مثلا، أنه من بعدي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وبعد خلص سكتوا، لا يصير منازعات، لا تصير سقيفة، وأنت يا سعد بن عبادة لا تنازع أبا بكر، وأنت يا علي بن أبي طالب لا تنازع أبا بكر، وأنت يا ما أدري طلحة لا تعترض على أبي بكر وتقول لماذا تولي علينا عمر وهو رجل فظ غليظ، وأنتم يا من خرجتم على عثمان ومنهم عبد الرحمن بن عديس البلوي وما أدري حكيم بن جبلة العبدي وما أدري عمرو بن الحمق الخزاعي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، لا تكفروا عثمان، لا تخرجوا عليه، ليش ما قال هذا الكلام؟ شوف، يقول جابر: فلما قمنا من عند النبي قلنا: الرجل الصالح النبي. وأما ما ذكر أو ذكر من نوط بعضهم بعضا فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآله. ويعلق الحاكم على هذا الحديث بقوله: هذا الحديث إسناد صحيح عن أبي هريرة ولم يخرجاه. والذهبي أيضا جاء في تعليقه أو في تلخيصه لمستدرك الحاكم نص على صحة هذا الحديث أيضا. يعني معقول تتعدد الوقائع هكذا، بهذا الشكل، بهذا الترتيب، بهذه التفاصيل التي لا تغادر شيئا من حوادث التاريخ، فكأنها ترسم ما وقع في رسمة حديث أو في صورة حديث أو في قالب حديث. معقول الأمور هكذا تتكرر؟ أظن أن كل من يحترم عقله وكل من ينصف العلم والتحقيق وينصف ضميره لا يمكنه إلا أن يقول بعد هذا البيان أن هذه الأحاديث من الواضح أنها أحاديث موضوعة منحولة حيكت لاحقا
لإكساب أبي بكر وعمر وعثمان وخلافتهم الشرعية. لا يوجد تفسير آخر منطقي لكل هذا العبث.